مشاهدينا للتعليق على هذا الموضوع انضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الباحث والمحلل السياسي الليبي الاستاذ نزار كركيش. اهلا بكم استاذ نزار الى استوديو الرافدين. يعني انتهى الفرقاء في ليبيا، انتهوا اجتماعهم في باريس برعايه فرنسيه وامميه ايضا، كيف ترى مخرجات اجتماع اليوم؟ لا اظن ان هناك يعني قفزه نوعيه في هذا الاجتماع، لأن أغلب المخرجات هي مخرجات نابعة من الخطة الأممية التي وضعها المبعوث الأممي غسان سلامة. الجديد هو مشاركة الجنرال حفتر في عملية سياسية، هو جديد وتناقض في نفس الوقت، يعني من المفترض أن يكون حفتر تحت قيادة القيادة العامة أو القائد الأعلى للجيش الليبي المتمثل في المجلس الرئاسي، أو يكون تحت قيادة المجلس النواب. طبعا هناك تناقضات كبيرة في المشهد الليبي، ولكن على كل حال الآن استطاعت فرنسا أن تضم حفتر وتجعله ضمن المسار السياسي الليبي، هذا جديد. الجديد الآخر هو الاتفاق على موعد الانتخابات، وطبعا هذا حتى هو يعتبر على الأقل سقف زمني يعجل الخطى. هل بالإمكان القيام بهذه الانتخابات في هذه الأجواء؟ هذا يعتمد على مسؤولية والتزام كل الأطراف بما وعدوا به في هذا الاجتماع، وعلى رأسهم طبعا جنرال حفتر، هو وقف العمليات الأمنية والعسكرية والحصار لمدينة درنا وكذلك تجويع أهلها. كل ذلك يحتاج إلى مسؤولية من حفتر بأن يكون يعني كما وعد أن يوفي هذه الوعود، بأن يلتزم الحل السياسي ويبتعد عن لغة السلاح، وهذا طبعا في حضور الداعمين الأساسيين لخليفة حفتر وهي مصر والإمارات، والكل حضر والكل يعني بارك هذا الاتفاق. فإذا المطلوب الآن هو آليات واضحة وكذلك مسؤولية كل الأطراف على تطبيق ما وعدوا به في هذا الاتفاق، وسنرى في الأيام القادمة يعني مدى إمكانية أو مصداقية هذه الوعود وإمكانية تحقيقها على أرض. يعني توحيد مؤسسات الدولة وفتح دورة جديدة لتسجيل الناخبين، إلى أي مدى ترى إمكانية ذلك في ظل الظروف الأمنية التي تعيشها ليبيا الآن؟ والله هو في إمكانية لو أن مجلس النواب الآن يتحرر من الصراع مع خليفة حفتر وسيطرة والخوف من المؤسسة العسكرية أو الجانب العسكري أن يطغى على الجانب السياسي، أظن مشاكل كثيرة تنحل. يعني بإمكان مجلس الآن مجلس النواب أن يضمن الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، بإمكانه أن يصدر قانون الاستفتاء على الدستور، بإمكانه أن يخضع حفتر للحسابات الدولة ومؤسسات الدولة خاصة في القضايا المالية. يعني الآن في مقدور مجلس النواب أن يكون على قدر المسؤولية ويأخذ خطوات للأمام، لأن هناك إمكانية للحل. هل هذا الاجتماع ضغط على الأطراف للدرجة التي يجعل كل طرف قادر أن يعلن عن مواقف بدون خوف من الطرف الآخر؟ هذا ما يجب أن نراه الآن إذا كان هناك يعني التزام ومصداقية من كافة الأطراف فيما وعدوا به من اجتماع باريس. الحل ممكن في ليبيا، ليبيا الأزمة الليبية هي سهل ممتنع، لكن هل ما يعلن في العلن هو ما يبقنه القوم في السر وتحت الطاولة؟ هذا طبعا اظن ان هذه اشكاليه كبيره، لان في حاله من عدم التماسك فرنسا الان استاذ نزار يعني نعم في نفس الوقت هي مثلا تدعم لعمليات عسكريه، فهذا يحدث يعني حاله من الضغط وعدم القدره على فهم التناقض. يعني فيما يجري الان وهذه الاجتماعات التي حدثت في باريس، لا يمكن اغفال الفصائل المسلحه على الارض في ليبيا، يعني برايك هل من الممكن ان توافق الفصائل الموجوده على الارض بمخرجات الاجتماعات اليوم؟ هل يمكن أن تقبلها في ظل موقف مسبق من هذه الفصائل من فرنسا؟ والآن طبعا أحد الإشكالات في اجتماع باريس أن إشكالية التمثيل، يعني لم يمثل قوة أساسية من الغرب الليبي خاصة مصراتة، رفضوا حضور هذا الاجتماع لأنه لم يكن هم طرف أساسي، يعني لم يكونوا طرف أساسي كخليفة حفتر، فاليوم رفضوا أن يكونوا مجرد يعني حضور شرفي لهذا الاتفاق، وهذا إشكالية في هذا الاتفاق. لكن أظن أن المخرجات متفق عليها أصلا، ليس هناك جديد كبير، يعني انتخابات والدستور والاتفاق السياسي كمرجعية ويعني إنهاء حالة الانقسام السياسي، كل هذه المخرجات يعني حتى المراقبين يقولون ليس هناك جديد في البنود. الجديد كما ذكرت لك هو أن خليفة حفتر
انضم الى المسار السياسي. ومن ان اختفاء خليفه حتى 17 يوم في المده السابقه كان هو الاعداد لهذا الامر واعداد للدخول في المجال السياسي. الان بدات المشاركه تزداد، اظن ان سينضم اخرون، ستعمل اطراف اخرى الى ضم بعض الكتائب في المنطقه الغربيه، ويبقى الامر كل مدى وطنيه هؤلاء الناس ومسؤوليتهم في الايفاء بما وعدوا به. وصلت الفكره الاستاذ نزار كركيش الباحث والمحلل السياسي الليبي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.